مرحبا بكم في ماجازين ويلي. ماجازين ويلي عملت اتصال هاتفي مع الفنان هشام رستم مش يوضح لنا برشا حاجات ومش يحكينا من خلاله على تجربته الفنية وعلى جديد هشام رستم. الناس مع بعضنا هذا اللي قال هاتفي. Je suis un cabotin dans toute sa splendeur. Je suis né. مرحبا بك سي هشام رستم في ماجازين ويلي، ونشكرك على قبولك هذا التسجيل الهاتفي. اهلا وسهلا. كنت تحكي لنا شويه سي هشام رستم على مسيرتك الفنيه وكيفاش جيك الغرام بالتمثيل والمسرح. هو بدا من المدرسه السبقيه وقت اللي انا تلميذ، بديت في تجربه المسرح المدرسي ومن بعد المسرح الجامعي، وبالخصوص سكيتي ديتيرمينون بالنسبه لي انا هي التعامل مع المرحوم علي بن عياد اللي تعرفت عليه في ابتداء من الستينات من عام 64. فهو اللي قربني بالمسرح وهو اللي خلاني معناتها نخرج للخارج ونتعلم المسرح والسينما، ومعناتها لقيت معناتها بأب روحاني معناتها نجم نقول اللي هو عاوني برشا في مسيرتي في الاول وفي بدايتي وفي تكويني. سي هشام رستم، كان تحكينا شويه على تجربتك الفنيه في مسلسل نجوم الليل. والله هذا موضوع كبير برشا، خاطر تعرف مسلسل نجوم الليل بدا من الموسم عمناول، معناتها هذا الموسم الثاني تاع نجوم الليل. في الموسم الاول قدمنا 15 حلقه، الموسم هذا قدمنا 30 حلقه، ومازال عندنا نجوم الليل ثلاثه ان شاء الله قاعدين نحضروا فيه. فتجربتي في الحكايه هذه هي في الحقيقه مواصله تجربه بديتها مع سي مديح بالعيد المخرج، ومع سي المهدي نصر المنتج وكاتب السيناريو. ففي الحلقات الاولى لقينا اللي ثم تجاوب مع بعضنا من ناحيه الرؤيه الفنيه، وفي من ناحيه الكتابه بصفه عامه، معناتها مشاركتي ما كانتش مشاركه فقط كممثل، لكن ساهمت ايضا بقدراتي الخاصه معناتها في تطور الاحداث وفي تطور شخصيتي شافت الحاضر، فالناس شافوها وحكموا عليها ويقول لي عجبت الجميع. ما عادش نجم نضيف انا اكثر من هذا، خلينا نخير ديما نخلي الناس تحكم على الاعمال من غير ما. سمعنا بيك سي هشام رستم قاعد تحضر في عمل جديد بعنوان فيلم باب الفله. مين سمعت بيه؟ مين سمعت بيه؟ باب الفله شكون حكي لك عليه؟ هذا والله مكتوب في الصحافه الالكترونيه، مانيش عارفين اسكو صحيح ولا لا. لا صحيح، المخرج والمنتج مصلح كريم قاعد يحضر في المشروع هذايا باش نبداو التصوير نتاعو مستوى، معناتها مازال بزنا نشوفه في صياغه السيناريو وفي الانتاج، معناتها هو مشروع بالنسبه للان ان شاء الله يتحقق، لانه مازال ناقصوا امكانيات ومازال ناقصوا تحضير الى اخره. فقاعدين نشتغلوا، لان مصلح كريم هو انسان اللي ما يخدمش مع الممثلين كان على الركح، لكن تبدا الخدمه قبل بعام باش كل ممثل يكون متمكن من الشخصيه نتاعو ويطرح عده اسئله ويلقى معاها عده اجوبه، خاطر السيناريو تعرف هو ماهوش بعيش روايه مكتوبه، لكن هو مشروع، كل سيناريو هو مشروع فيلم، وان شاء الله المشروع هذا يتحقق. مشكور سي هشام رستم على قبولك هذا التسجيل. على واجب هذا كله، ان شاء الله نقعدوا باتصال، وان شاء الله ديما الحوار مفتوح بيناتنا. نشكر كل المساهمين ساعدتهم، اول معناتها اللي حضروا في الماجازين هذا هم اللي لازم نشكرهم من الاول، لانه كل ماجازين جديد كل ما هو يعطي الكلمه للفنان التونسي، وكل ما هو يساهم في دعم الفنان التونسي دائما انا نقبله بكل سرور وكل فرح وكلمة شكر ما عادش كيفاش يقولوا في الانترنت المستمعين ولا القراء. على كل حال على الشبكة نقولوا مرحبا بكم الكل.
Je suis un cabotin dans toute sa splendeur. Je suis né pour jouer. كيفاش ممكن الواحد يفرق بين الحقيقة والخيال؟ كيف نخلطوا بيناتهم ماشي يصير؟ وحدي فوق الرمال سيدي بجعزة هاش ميلي تشوالنا انتي شفتها؟ كار في رياح إجازة كي رياح تفكر في رياح. It's like talking to the stars. And now here we are. It's like talking to the stars. وحدي تحت الشمس الشمس غير عليك نحوس تحت الشمس الشمس